إليك طريقة تسجيل دخول إلى منصة MetaTrader 5. أولاً، ستحتاج إلى إعداد حساب تداول مع Equity وتحميل منصة MetaTrader 5. افتح منصة MetaTrader 5 لتسجيل الدخول. إذا طلب منك إنشاء حساب تجريبي جديد، فاضغط على إلغاء للوصول إلى نافذة تسجيل الدخول. ابحث عن Equity، وسيط مالي مرخص من هيئة الخدمات المالية، واختر Equity Brokerage Seychelles. تحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على تفاصيل حسابك على MetaTrader 5، والتي يتم إرسالها إليك عند فتح حساب تجريبي أو إجراء أول عملية إيداع. في نافذة تسجيل الدخول إلى MetaTrader 5، اختر الخادم Equity Brokerage-SC-Live. إذا قمت بالنقر فوق Equity Brokerage-SC-Demo، انتقل إلى الإعدادات وأضف حساب جديد للمحاولة مرة أخرى. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك على MetaTrader 5. للمزيد من الحماية، هذه البيانات تستخدم فقط للوصول إلى MetaTrader 5 وتختلف عن البريد الإلكتروني وكلمة المرور المستخدمة للوصول إلى بوابة عملاء Equity. أنت الآن جاهز لبدء التداول. انقر على الأسعار لمشاهدة الأسعار المباشرة. انقر على رسم بياني لرؤية تحركات الأسعار، أو على تداول لإجراء أول عملية تداول. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر. Thank you.